هيا فلنذهب. الحركات لا تزال مترددة، إذ يستأنف هؤلاء الطلاب الأربعة يومهم الثاني من التدريب على رياضة التزلج على الأمواج الكيت سيرف لمدة أسبوع ومقابل 349 يورو. سيتمكنون من الاستمتاع في محيط بوينت فول الفريد من نوعه في جنوب شرقي مارتينيك وإتقان هذه الرياضة التي تجمع بين التزلج والإبحار. في 57 من العمر يزور باسكال وابنه المارتينيك منذ 20 عاما، هذا العام أرادوا اكتشاف الكيت سيرف. بالنسبة لي الكيت رياضة جديدة، بل هو اكتشاف. أتقن الإبحار على متن قوارب بأشرعة أو محركات، وبما أن ابني أراد ممارسة الكيت قررت أنه حتى في عمري لا توجد حدود وأود اكتشاف الكيت سيرف. بوينت فولا تجسد المكان المثالي لعشاق الكيت سيرف، وهي تجمع كل الميزات لجعلها الوجهة المفضلة. تزايد حب ممارسي الكيت سيرف لمارتينيك لأنه لدينا الفرصة للاستمتاع برياح رائعة تحميها الشعاب المرجانية في فترة الشتاء، أي من كانون الأول ديسمبر وحتى إبريل مايو، رياح تهب بانتظام وباستمرار. ومع ما يقرب العشر مدارس في الجزيرة، الكيت سيرف هي أيضا ميزة إضافية للتنمية الاقتصادية لمارتينيك من خلال نفقات السياح الرياضيين. في السنوات بين 2000 و2005 كنا نستقبل 8 ممارسين للكيت سيرف في الأسبوع. اليوم وفي العام 2014 لدينا 32 ممارسا للكيت سيرف في الأسبوع. إيف في 31 من العمر منافس سابق يعرب عن خيبة أمله، فهو لا يحمل شهادة علمية ولا يزال ينتظر الفوائد الاقتصادية. نعم، لا نزال نفتقر إلى نظام تدريب يسمح لشبابنا بالعثور على عمل في النهاية. وفي حين تجمع المارتينيك كل شروط ممارسة الكيت سيرف، على الأهالي ترك المنطقة لسنة والتوجه إلى كويبيرون، المكان الوحيد حيث يمكن الحصول على شهادة مهنية تسمح بتعليم الكيت سيرف.